قال محافظ المنيا أسامة القاضي إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا محمد نادي أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية كوم الحاصل بمركز مغاغة تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1477 حالة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.